كل شوية يبني الخزان يسحب مية من الجنة ويملأ الخزان مية. بعد ساعة كده عماله يقوم يسحب المية من الخزان. أول ما الخزان كده يقرب يتملي يسحب المية من الخزان ويضخها المحطة. خد الضغط ايه؟ وضغط الضغط على المحطة المية وكده. الخزان يخلص بعد ساعة يعمل ايه؟ يسحب مية من المحطة يملى ال 150 خزان. بعد ساعة تانية راجل بقى مثلا كده المية دي مثلا بتقعد يعني منظر طبيعي كده تقعد تعمل شلال كده ومش عارف ايه وبعد كده بيلمها بخزان بعد كده ايه بيضخها وهنا بعد ساعة يملى الخزان بعد ساعة فاضي طاقة ايه بعد كام اسمها وزارة ايه دي؟ الشركة القابضة للمياه مبسوطة من أدائه وبتديله يعني فرص على الأمن ولا متضايقة من المنفذة؟ ليه ما تقدرش؟ طب ما كويس والله ما بيستهلكش حاجة برضه مية مبسوطة ولا متضايقة؟ أنت وزيرة الشركة القابضة للمياه مبسوطة؟ دي طيب دي المشكلة أنا مستهلك يا رجل ايه المشكلة عندك؟ هو اسمع انا اتضريت ولا انت اتضريت؟ لا بس المايه دي كنت فاكر دايما عمال العب فيها. لا ولا انا اتضريت ولا انت اتضريت؟ زعلانة ليه؟ ايه الخدمة؟ انا خدت خدمات؟ لا يا استاذ في صيانة لل في ده انا كوزارة مياه مديت لك خط مياه قد كده اهو من عندي لغاية عندك ببلاش عشان بقى تستهلك وقت الفلوس في بقى الأنابيب المايه دي كلها فيها صيانه ومرتبات ناس وناس رايحه وناس جايه وانت بيسال كل ده بس في الاخر ما تستهلكش ميه. انا خلاص كنت مش راضي تغسل مش راضي تدفع اي حاجه خالص. في مستهلك جنبي عاوز ايه؟ عاوز مصروف ميه كتير قوي مش عارف اوصله. ليه مش عارف اوصله؟ انت الميه بتاعتك اللهم صل على النبي واخده كل الايه؟ كل ماسوره الميه مليانه ميه رايحه جايه رايحه ايمان ما بتاخدش حاجه بس الماسوره كلها ميه رايحه جايه. ففي واحد جنبك عاوز يستلم ميه فاعمل له ايه؟ لازم اديله ماسوره من السد العالي لغايه بيته الماسورين قد كده اهو. فانا مضروب ضرر كبير والله. لو انت احسن لي لو ضرر تحت المايه دي تبقى ايه؟ فاضيه خالص اوصل للناس تانيه بقى تستهلك استهلاكات حقيقيه. خلاص؟ فكوزيره بقى اسمها المايه شركه قطر المايه هتعمل ايه؟ قالت لي قدامك حلين. هي قالت لي الحل الاولاني تغسل ما تستهلكش بس في حلين. الحل الاولاني تدفع غرامه. ايه ثمن الصيانه والمرتبات وان انت مستهلك لي ماسوره مليانه ميه ممكن اوصل لنفس ده. الحل التاني الحل يقول الحل التاني بقى عرق المايه التاني ده مش حل. الحل التاني ايه؟ قالوا حد ظريف دلوقتي قالوا بص احنا عايزين نريح نفسيا برضه عشان نبقى من نفسي رايح نفسيا قالوا بص احنا هنقول لك حل كويس. تيجي هنا وتعمل ايه؟ خزان كده تاني فاضي. خزان تاني ايه يا باشمهندسين؟ خزان فاضي. وبدل ما المضخه عماله تروح وتيجي معاك كده لا انت بتاخد ميه مره واحده على حسابنا يا عمال ايه؟ ماشي كده؟ واقعد املى خليك ضخ هنا في الخزان ده واسحب من الخزان ده
ويبقى كده الماسوره في الماسوره بس قدامنا حديد ده تدفع ضرائب فاهم انت ده تعمل خزان اصلا صح ولا ايه قدامهم بعيد كده ولا ما عندهمش ويبقى تريح قلبنا وتريح قلبك وتريح كل الناس تدفعها خالص خالص تقعد بقى ايه منك لنفسك وخلاص ماشي يا فندم ايه بقى ما هي الكيو ما هي الكيو اولا ايه الكيو يا فندم ايه الكيو ايه الفرق بين الباور بين الكيو ايه 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 الفرق بينه وبين ما لو انا عندي يا باشمهندس لو عندي مقاومه مثلا مش مقاومه كده الفولت ده بصفر والتيار اللي ماشي هنا دوت كان ار التيار اللي ماشي هنا سويته تبقى كام؟ سويتها تبقى كام؟ ليه بزيرو؟ عشان يعني الفاي هنا بصفر ماشي طب لو عندي ملف الفولت هنا بصفر التيار هنا بكام؟ التيار ها؟ ناقص 90 الفاي ناقص 90 لو عندي هنا مكسر الفولت بصفر التيار مش هتفهم يعني ايه بار؟ ارسم هنا الفولت والتيار ادي الفولت اهو ده الفولت ارسم التيار التيار خليه بقى من شكل يمين ولا شمال؟ هسوي يمين ولا شمال؟ ها؟ ده الطيب لو ضربت الاثنين في بعض يديني حاجه اسمها الباور لو ضربت بعد لو ضربت الاثنين في بعض يديني الباور ركز معايا موجب في موجب ها موجب موجب اهو ديت الباور مثلا باور او اس موجب موجب في موجب سالب في سالب سالب في سالب بموجب برضه فديت يا باشمهندسين عشان اعمل كده ديت الباور عمال في المشي تعرف تجيب البي افريج ها البي افريج بكام؟ من الاغلى تعالى بقى تبص لايه؟ الحاله ديت ارسم الفولت وارسم التيار ادي الفولت ادي الفولت ارسم التيار التيار متاخر كام يا باشمهندسين؟ كام؟ 90 متاخر 90 ارسم الباور ادي الفولت اهو
وادي التيار متقدم، وادي التيار متقدم، وادي متقدم اهو. عندي الجزء دوت موجب في موجب موجب في سالب سالب. ايه الفرق بين ده وده؟ في فرق كده. ايه الفرق بين ده وده؟ برضه ده الترنيتيف باور متردد، ميه رايحه وجايه في الكابل، في كابل الكهرباء ميه رايحه وجايه رايحه جايه. بس ايه الفرق بينها وبين ده؟ 180 جنيه. ايه الفرق؟ ايه ايه؟ لو رسمنا ديت فوق ديت يا باشمهندس الفرق يا باشمهندسين؟ الفرق؟ حد يقول لي الفرق؟ الفرق بينهم في الايه يا باشمهندسين؟ ده الترنيتيف باور برضه رايح جاي، بس دوت ماله مش بيتملي مع الخزان التاني. لا لو ضغط مجاني يبقى ده فاضي، لو ضغط عمالي الميه تروح وتيجي بين خزانين. ده دي الترنيتيف باور. هنا في افريج بكام؟ هنا في افريج بكام؟ في افريج بزيرو. هنا في افريج بكام؟ برضه بزيرو. طب الرياكتيف باور دي باور بس مالها؟ متردده، باور متردده. مش هيحاسب عليها. طيب هيحاسب عليها ازاي؟ بس هي مشكلتها؟ مشكلتها ان انت شغال الكابل ده بيمشي فيه 100 امبير، انت واخد 100 امبير رايحه جايه رايحه جايه كباور، فاهمني؟ 100 امبير رايحه جايه. طب انا الراجل ده عاوز اوصله، ما بتنفعش انا مليه، ما بتنفعش انا مليه، ما تسحبش باور. انت بتاخدها وترجعها لي تاني، بتاخدها وترجعها لي تاني، تقعد تسحبها وترجعها لي تاني. طب ليه برضه؟ الراجل ده عاوز يقعد عمود دي بقى كابلات بقى من مش عارف محطه ايه لغايه عنده. وانت ما تدفعش انا مليون وانا عمال ادفع صيانه وكهرباء والكابلات اتقطعت وتيجي تشتكي كل ما كابلة تقطع تجري ورايا تشتكي لي وانت في الاخر ما تدفعش انا مليون. طب ايه الحل؟ الحل قال لي ده مش متسين بيحصل ازاي؟ انا عندي ده دي محطه الكهرباء وانا عندي ده مصنع او ال ايه اي مواتير المصنع ده كله مواتير فال ال المواتير دي كلها ال اي حاجه سيت فرق ممكن اعملها سيت اهي يبقى كده المصنع ار ال المصنع ده يا باشمهندسين بيسحب باور ده اتجاه ده اتجاه اسمها باور والملف دوت يا باشمهندسين الملف ده بيسحب رياكتيف باور رايحه جايه بدل ما يسموها رياكتيف باور يسموها ايه؟ رايحه جايه رايحه جايه ما تحاسبش عليها شغلت لي الكابل لو ديت مثلا 10 امبير وده 10 امبير ب 20 امبير لو ده واخد بس 10 امبير وديت 10 امبير يا كمان ها بقى دوت 20 امبير لو الكابل 20 امبير يبقى انا كده مالي الكابل مليان على اخره في مشترك تاني عاوز 10 امبير لازم امد له كابل تاني في حل اخر ان انا اقول له ايه بقى؟ لا لا بص بقى لو سمحت بتاع ده تجيب ازاي الخزان ده تعمل له خزان تاني عندك انت خزان تاني يقعد اهو ده بياخد ده نفس القصه بياخد ايه؟ نفس ده نفس الكلام بس ياخد ريدي مع مين بقى يا باشمهندسين؟ الشحن والتفريغ عكس بعض يقعد ياخد ريدي يشحن ويطرب عكس بعض يبقى مفيش الكلام ده خالص موجود واخد بالك انتوا يبقى الباور هنا 10 وتفضل الكابل كده فيه 10 فاضيه يبقى انا كده عملت حسنت حاجه اسمها ايه؟ يبقى انا كده طيري ماشي هنا لف الكابل اقل طياري من اللي عاوزه حط لك مكسر واقعد املى واشحن فيه زي خزان الميه واشحن فده الحل يا اما تحسن باور فاكتور يا اما تدفع ايه؟ غرامه واضح الكلام دوت ولا مش واضح؟ انا عندي بقى يا باشمهندسين سينكرولوجي موتور عندي الدولور بيشتغل لي كالمكسر القصه دي بيحسن لي الباور فاكتور بتاع اي مصنع هناخد شويه ايه بقى؟ الكيو هي الترنيتيف باور متردده زي الاي سي انما الباور كانها دايركت زي الدي سي بالظبط واضح الكلام ده يا باشمهندسين؟ ناخد بقى ايه؟ اثنين شوية ملاحظات السينكرونس
عندي نقطة يا باشمهندس دي مخططة عندي النولوز عندي النولوز الباور بكام؟ هات نولوز مفيش حل الباور بكام؟ بكام؟ الباور بكام؟ وانا عندي الباور بتساوي 3 اي في البي على اكس اس ساين دلتا الباور ديت بزيرو يبقى ساين دلتا دي بكام؟ كم؟ دي اطفال دي ما كده اسمها يبقى دي بزيرو اذا ساين دلتا بزيرو ده عندي دولو طيب يبقى الدلتا بتساوي كام؟ زيرو ها؟ زيرو ده بيكون كلمة نولود على طول معناها أو أقول نولود معناها إن الدلتا نولود على طول بيزيد. نقول يبقى الماكسيمم يبقى الدلتا بتزيد. بالفيز لو سيادتك إحنا بنرسم كده مثلا في السنكرونس جنريتور هيبقى كده السنكرون ده اسمها الباور السنكرونس موتور أهي ودي هي السنكرونس ده اسمه الباور لو الباور ده الإي وده الفي ايه لو سيادتك بيقول لك الباور ده اللي هو الارتفاع دوت الارتفاع ده زيرو الارتفاع ده قد ايه يا باشمهندس؟ زيرو يبقى الاي والفي منطبقين على بعض ولا لا؟ منطبقين هات له لود هات له لود ده الفي ها؟ ده منطبق عليه كده بالظبط اهو الاي بقى مش الزاويه اللي بينهم ديت الدلتا هي دي الدلتا المفروض بيسي عشان هو بيسي بالفعل بقى لو انا عندي مفيش حمل مفيش نور في حد النور مفيش حد في شد حد حد شد بقى في حد الاثنين ماشيين بنفس السرعه الزاويه بينهم كام يا باشمهندس؟ زيرو مفيش لا قطر بيسمع عربيه ولا عربيه بتسمع قطر اهو القطر الاثنين ماشيين بسرعه 100 ده بسرعه 100 وده بسرعه 100 خلاص ما مفيش زاويه حد سالك حد الدلتا الزاويه بينهم زيرو عندي السنكرونس ده الان وده الاس الاثنين ماشيين بنفس السرعه ده بسرعه 3000 ده بسرعه 3000 خلاص ماشي مفيش حد هيسمع حد ولا حد هيشد حد ولا في مره بتنسفيت من حاجه لحاجه طب انت بتنسي فين حاجه فاهمين ولا ايه؟ الخلاصه حتى لو ما فهمتش اي حاجه السنكرونس موتور عندي دلوقتي تبدا تكون بكام عشان تسيب؟ ملحوظه الثانيه اثنين وانا قلت لك مثلا الرقم ده الايه مثلا في الزاوية ناقص ثلاثة وزاويتها مثلا 40 عاوز اقول الايه ديت بدل ما تقول كده قول بتساوي 3 قول زاويتها كام؟ قول الناقص ثلاثة وزاويتها كام؟ زاويتها كام؟ كام؟ ها؟ 140 180 ناقص دي هتخش جوه 30 هي باشمهندسين زائد او ناقص 180 ناقص دي كده ماشي ماشي يا باشمهندسين سي لو انا عندي مثلا معادله بالشكل ده معادله فرقه ايه؟ اي توتال زيوتا صفر بيساوي مثلا فرقه زيوتا 90 زائد مثلا 50 وزاويتها ناقص 36 8 7 المعادله دي فيها كم مجهول؟ كم مجهول؟ قول بعدين 30 ماي توتال حتى لو فيها كم مجهول؟ فيها كم حاجه من ماي توتال قلت لك ايه ما فيش غير ما فيش غير مش معنى حل المعادله دي كاش توجد فايند ماي توتال واي ارميشن فايند اه
عندي عندي ثلاث صغيره شاطر عندي ثلاث من ايه؟ وانا بروح من اول انت بتقول غلط قول يا مهندس الريف بيساوي ريف مش بنشيل والمشهد بيساوي مشهد عندي معادلتين مش هعمل كده طيب توتال ها الريف بتساوي الريف يعني ايه؟ الكوزاين اي توتال كوزاين سيف اي ار مش كوزاين 90 زائد 50 كوزاين 36 87 دي معادلة المعادلة الثانية المشهد بيساوي المشهد اي توتال ساين اي توتال ساين دي يساوي اي ارمتشر ساين دي زائد 50 ساين دي اي ارمتشر ساين 90 زائد 50 ساين ناقص 36 88 اساوي ده اللي بيقول لي معاد المعادلتين في مقولين او في مين يا شمهندسين اي توتال هنا دي طبعا هتبقى بواحد ودي هتبقى بصفر كده كده هنا اي توتال عاود يبقى اي ارمتشر
زاوية فور مية زاوية صفر ناقص الإي زاوية باشمهندس دلتا صفر على الإكس إس اللي هي كام؟ واحد زاوية 90
هنا مش مهنسين. هنا كده مكثف صغير. كبرت الاي مكثف كبر يحسن احسن. كبرت المكثف هنا ايه رهيب جدا. يبقى سيادتك لما تعوز تحسن الباور فاكتور في سنكرونس سنكرونس تعمل ايه في الاي؟ كبرها. كبرها ازاي؟ ولا باي باي؟ ها؟ زود مين؟ الاي اف. لما زود الاي اف دي تتسع مع زود الاي اف بالقمة صغيرة بزود الاي اف قال المقامة الاي اف تزيد تقوم الايمان يا باشمهندسين تزيد اشتغل كان ايه يا باشمهندسين؟ تتسع. تفهم القصة بتاعت ده اسمه البي كيف. ده اسمه البي. لو قال لي لو قال لي على البوان سي فايند الاي اف ميتر ات اي اف تساوي 2 و3 و4 و5 و6 امبير ات الاي بتساوي 25 اي اف. لو قال لي كده قال لي كده فخلاص بعديها اقول بقى في الحل الاي كده هتساوي وعلى الشغل عندي دي 2 × 25 × 50 × 75 × 175 × 100 125 × 150 وحل نفس الحل ترسم العلاقه بين الاي ارمتشر والاي اف. فلو الاي ارمتشر والاي اف تبقى الاي اف ديت بدل ديت 2 امبير 3 امبير 4 امبير 5 امبير 6 امبير. دي كام علاقه بين الاي اف والاي ارمتشر. كل ما ازود في الاي اف في الطابع الارمتشر بيقل لغايه ما اوصل منه وبعد كده تعالى ناخد مثال تاني. مثال ده مثال عمل 100% ده مثال عملي 100% عندي ماستر وعندي سنكرونس لود وعاوز احسن الباور فاكتور اخلي الاي اف كام بالظبط كام بالظبط عشان اخلي مثلا يونيتي باور فاكتور. فمثال 2 مصر مصر بيه ايه 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 ايه
القصه بسيطه. بيقول لي يا باشمهندسين انا عندي حفر ها بيسحب 8.10 باور فاكتور ليه 50 امبير 300 مش فارقه كده ده باور فاكتور القديم. وعايز احط حاسب باور فاكتور عن طريق الاحمال كلها مش بنسيب بتحط سيريز ولا بارد. فانا عندي ده المصنع النتيجي ده المصنع قبل تحسين باور فاكتور. التيار اللي هنا ده 50 زاويته ناقص 36 8 7 وده الاي توتال هو نفس التيار. طب المصنع بعد التحسين ادي المصنع بعد التحسين اهو حطينا سينكرونس ده كده المصنع كده ده كده كله على بعضه المصنع عارف كده كله على بعضه كده المصنع بعد التحسين. الطريق اللي هنا بتاع الجود هو هما 50 وزاويته ناقص 36 8 7 السينكرونس موتور ده يا باشمهندسين الاي بتاعه زاويتها هتبقى كام؟ هيشتغل يحسب باور فاكتور يعني مكسب ولا ها؟ هيشتغل كم مكسب؟ زاويته كام؟ كم؟ 90 زاويته 90. التيار اللي داخل هنا هو عاوز يحسب باور فاكتور هنخليه كده 50 كرونة. طب ده اللي داخل المصنع الاي توتال سيادتك تعرف تقول لي زاويته كام؟ يونيتي يونيتي باور فاكتور زاويته كام؟ 90. العلاقه بين الاي توتال والاي ميشن والاي ديت ها؟ حد يقول لي العلاقه ايه العلاقه ايه العلاقه؟ اي توتال وزيرو الاي توتال ها؟ يساوي 30 تساوي هتقول 50 اي توتال زاويتها كام؟ 90 زائد 50 وزاويتها ناقص 36 8 صفر. المعادله دي 50 وزاويته اهو ده 30 وزاويتها 90 وده 50 و80 المفروض التيار ده يبقى كام بقى مثلا 50 و30 المفروض التيار يبقى كام مثلا يبقى بقى ولا يصغر؟ لا ليه بقى سبحان الله الاي توتال ده 40 امال زاويتها كام؟ ازاي بقى الكلام ده؟ ازاي ده يسحب 50 ام ده سحب برضه ام ده قال ازاي يعني المفروض بقى تزيد كده مثلا ولا اي واحد حطيت حلم لما كنت سحبت طياره من ليه يا انس؟ يا قيم وزوايا يا قيم يعني انا قلت لك دلوقتي مثلا قلت لك 50 وزاويتها صفر زائد 50 وزاويتها 180 كده قلت لك كده هيبقى الطيار بكام هنا؟ زيرو زيرو هو بقى 50 و50 لا هنا بقى يا باشمهندسين اهو ارسم الفيزور دايجرام 50 وزاويه ناقص 36 فين ناقص 36 اهي؟ اهي ناقص 36 ادي كده الزاويه ديت الاي بتاع الروت 50 وزاويه ناقص 36 هتجمع عليها الاي ديت اعمل هنا كده 30 وزاويه 90 فين الزاويه 90؟ فين الزاوية 90 في القصة ديت؟ ها؟ ها؟ الزاوية 90 اهي الاي ارمنشن 30 وزاويتها 90 اجمع ده زائد ده المتجه ده زائد ده اديني هنا 50 المتجه ده اهو ده الاي تو 40 زاويته صفر اهو ده اصغر من ده ده اصغر من ده فالتيار القديم يا باشمهندسين كان 50 الطيار الجديد ده اي توتال ده مش مكسيم بقى كام بعد ما حسنا الباور فاكتور 40 عشان كده بقى بيتخلى عشان كده لما حسنت الباور فاكتور الطيار اللي حصل له في الكابلات يا باشمهندسين وما اسمح ان انا اوصل احمال تانية على نفس الكابلات دي مستحيل واضحه في مشكله كمان دوت ماشي اخر
اخر مثال نخش في الموضوع تاني. موزي كريم وهو الجاني يا باشمهندس سيف احمد جذر بي سكوير زي كيو سكوير ماشي يا فندم خلاص في مشكله كام دوت لا يبقى بيديني اثنين بجيب الاثنين تاني مش في مشكله مفيش مشكله على كل واحد على حده يعني هنا بقى يديني لود ده وده عاوز ده وده كده ده وده ده وده جيب الثاني لود تاني بارد بارد كل الاحمال بارد اداني بي 3 اس 3 طلب ها كيو 3 وباور فاكتور 3 وهكذا ايه على كل لود لوحده كل الداتا بتاعت اللود وبعدين اللودز دي كلها بقى فعلا قطعهم بعض اثنين اللودز دي كلها لو انا عاوز اجيب بقى قالك فايند بقى هنا فايند البي توتال بكام الكيو توتال بكام الاس توتال بكام
الباور فاكتور توتال بتاع كل الاحمال دي كام. فالبي توتال انا عندي كل الداتا بتاعت كل الاحمال بيجيلي كل حمل اتنين داتا بجيب الباقي واضحه دي. فانا عندي كل الداتا فالبي توتال بتساوي ايه؟ بي واحد زائد بي اتنين زائد بي تلاته وهكذا. اتنين الكيو توتال بتساوي ايه؟ كيو واحد زائد او ناقص كيو اتنين حسب بقى ده كباستو ولا انجكشن كلو. لو ده لاج ها ده بي كلو في اللود والناج لكن بنظبط ناقص لو مين كذا زائد او ناقص كيو تلاته. لو هيحسن الباور فاكتور هيبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ ها لو اندكشن موتور باور فاكتور 3 من 10 لاج هو بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. البلوت يا باشمهندس سي فاكتور ولا لاج؟ لاج باور فاكتور. جبت الكيو توتال 3 الاس توتال بتساوي ايه؟ اس 1 زائد اس 2 زائد اس 3 غلط ليه غلط؟ ايوه يا باشمهندس الباور الباور دي يعني الباور زاويتها صفر بتجمع الباورات زوايا كلها صفار نفس الاسم الكيو نفس الكلام زاويتها زائد او ناقص انما الاس بقى ده قيمه وزاويه ما ينفعش لازم عاوز تجمعهم ها؟ تجمع قيم وزاويه تجمع قيم وزاويه قوي. يبقى في حل ايه بقى؟ في حلين لما تقول اس توتال وزاويتها الباور فاكتور توتال بتساوي اس 1 وزاويتها الباور فاكتور 1 اس 2 وزاويتها الباور فاكتور 2 اس 3 وزاويتها الباور فاكتور 3 كم وزوايا ماشي بقى تطلع معادلتين في مقول معادله مقولين تعرف تحلها او تعمل كده خطوات الحل رقم 1 الاس توتال بتساوي بي توتال تربيع زائد الكيو توتال تربيع عندي بي توتال تربيع جبت بي توتال مجموع جبت كيو توتال جيب الاس توتال اللي هو بي توتال تربيع زي كيو توتال تربيع عاوز تجيب الباور فاكتور تمام البي توتال على الاس كنت باور خلاص كده مشكله؟ المثال بتاع المحاضره مثال المحاضره قال لي ايه؟ اس 2 في باور فاكتور 3 2 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
بتساوي كاس اس 20 تربيع ناقص 20 تربيع. عاوزين نجيب اس توتال. اس بي توتال. بي توتال بتساوي بي 1 زائد بي 2. يو توتال بتساوي بي 1 زائد بي 2. اس توتال كاس بي توتال تربيع داخل بعد فاكتور تون بيسموته لايف علاقة بين اهو انا عاوز ارسم كده اهو علاقة بين اي والاي اف
كل ما الاي اف يزيد وقتها بنحصل حاجه اسمها ساتوريشن. ارسمها ازاي؟ عاوز ارسم العلاقه دي ارسمها ازاي؟ عاوز انا اقيس الاي اصلا، عاوز اقيس الاي هضطر ان انا حطيت هنا فولتميتر هنا اهو فولتميتر. الفولتميتر ده هيقيس ايه؟ هيقيس ايه؟ طب انا عاوز اقيس الاي الاي هيقيس ما عنديش انا اكس اس ولا عندي حاجه، عاوز اقيس الاي اعمل ايه؟ عاوز اقيس الاي اعمل ايه؟ ممتاز ممتاز. واحدة قالت خلاص عاوز تقيس الاي الثلاثة خليك شفت فنعمل ايه؟ قالت افتح الدايرة دي كده، دايرة كده مفتوحة اهي، حط هنا كده في الكميتة مفتوحة اهي، يبقى الطيارة ده بصفر. ها يبقى الفولت اللي انت بتقيسه ده عبارة عن 150. فانا هعمل ايه بقى؟ التجربة احط هنا اميتر اللي هو هيقيس الاي ارميتشر ده اميتر، واقعد اغير التجربه هنا اي اف وادي الاي، اقعد اغير في المقاومه المقاومه دي ثم الاي اف مثلا 1 امبير واقيس لي الفولت اللي هو البي اوبن سيركت يديني مثلا 100، 2 امبير 200، 3 امبير 300، 4 امبير 305. يبقى عملت علاقه بين الاي اف والبي. اجي هنا ارسم العلاقه بين الاي اف والبي كثلاثه ارسم العلاقه. ماشي؟ فاول حاجه رقم واحد ثالثه ارسم الكودنج سيركت. فيها مرقصتين الاوبن سيركت ارقص. لازم المرقصه الاولى لازم الكي يبقى بالفيز. الملحوظه الثانيه الايه؟ السرعه بالزيت بتاعت الكوريشن لازم نخليها هي هي السرعه بتاعت الاوبن سيركت. يعني مثال 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 لا فاهمين فاهمين لا مثلا قال لي مثلا 3 فيز مثال 3 فيز سينكرونس جنريتور. ماشي 3 فيز سينكرونس جنريتور الكود سيف كاركترستيك اد الف ار في ام فان لاين تو نوتا فولت is on recently or if you فهنا بص يا جماعه هنا قال لي شغال عن
الاوبن سيركت عام 1000 وهو شغال عندي ايه 50000 اول حاجه الحمد لله. ثاني حاجه الجهد اللي هو قاسه الاوبن سيركت دوت لاين تو نيوترال. يعني ايه لاين تو نيوترال؟ يعني دي اللي هو فيز ولا لاين تو لاين؟ فيز. ها؟ بس نيوترال يعني ايه 50؟ فيز. يعني فيز. يبقى هو كده قال لي العلاقه ديت يعني اي فيز وعند 1000 و1000 يبقى خلاص بيديك فيز وعند 1000 يا سلام ده نعمه كتير. هرسم زي ما هي كده يا باشمهندس اهو الاي ديت والاي اس اهو ارسم 1 2 3 4 2 3 امبير 4 امبير ووصل هي ديت الكوبي سيرك الخط مفيهاش اي حاجه خالص ممتاز جدا بسيطه خالص. دي الحاله الاولى. الحاله الثانيه يديني يا باشمهندسين بدل يقول لي كده الاوبن سيركت كاركترستيك اد 1000 ار بي ام لاين تو لاين فولتج لاين تو لاين جنريتور ها ريتس اد 1000 ار بي ام والثاني الاي اف والهن اي بس لاين تو لاين. لاين تو لاين يبقى اي لاين ولا اي فيز؟ ها؟ هات دوت ستار كونكشن. ها يبقى اداني كده اي لاين يا باشمهندس. ما دام قال لي لاين تو لاين يبقى اداني كده لاين تو لاين دي معناها الاي لاين. ماشي. يداني كده 50 واحد 2 3 4 ها 100 200 300 350 اولا عشان احل اجيب الاي في ازاي؟ اي لاين على جذر 3 او حد ستار او اي لاين في حد جدر. يبقى انا اجيب الاي في ازاي؟ 100 على جذر 3 عشان ده ستار 200 على جذر 3 300 على جذر 3 ها 350 على جذر 3 وارسم العلاقه بين الاي اف وبين الاي دي مش الاي باي كده على
القديم الثاني الجديده بتساوي 1200 على السرعه السليمه القديمه الجديده 1.2 القديمه وبالتالي اهي الاي بالفيز عند 1200 اضرب القيمه اللي هنا دي يا باشمهندسين 100 على جذر 3 في 1.2 اضرب كل القيم دي في 1.2 وارسم العلاقه بين ديتا ديتا. طيب يبقى هو ده التوتال سيركت ايه؟ دي اول ده كل سنه. ثاني حاجه اثنين اهم واحده في الباقي كله بسيط. اثنين كيف نرسم الاير جام مايسترو؟ عندي الاوبن سيرك الكاركترستيك اللي هو ال 50 ده الاي بالفيز والهاف اف الاوبريشن وده الفاي اف وسميناه الاوبن سيرك الكاركترستيك. عاوز ارسم الايه ده افضل؟ انا عندي المنحنى ده مغناطيسيه مش مغناطيسيه لو عندي كوب وانا عايز ازود الاي اف يقعد الاي الفيض يزيد 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 لغايه ما يحصل حاجه اسمها ايه؟ ساتوريشن يعني الفيض خلاص مهما زودت في التيار مهما زودت في التيار الفيض 150 مش هيزيد وبالتالي الانديوس ليمتر في الطالما لا جبت انا يكون كده الفتحة ودي ملل الفتحة ودي ملل ده طيب كل ما ازود ده الفلز اللي طالع من هنا مش هنزيد الفلز يقعد يزيد لغايه مهما ازود بعد كده لما يجي بقى للفاي ماكسيموم يعني خلاص مهما ازود في ده الفلز ماله مش هيزيد تاني هيحصل كده علاقه بين كده ادي الفيض وادي الاي اف كل ما ازود الاي اف الفلز يزيد يزيد لغايه ما يحصل ساتوريشن الاي بيحصل مع الفاي يبقى نفس الكلام يبقى الاي كل ما زاد الاي بتاعت الزيت زي الفوت وبعد كده يحصل لها ساتوريشن قبل ما يحصل لها ساتوريشن ها بتبقى العلاقه لينير فبيسموها الايه؟ الجزء ده ان ساتوريشن يبقى الجزء ده مش مشكله لو انا وصلت ده كده خدت الجزء اللي هو الخط المستقيم ده لازم كده ايه؟ جاد لاين يعني بالمسطره باخد المماس فوق السيفتي حاجه اسمها ايه ده خلاص كده ثالث حاجه بنعمل بيه ايه؟ هنعمل بس ازاي نرسمها؟ ثالث حاجه كيف نرسم حاجه اسمها الموديفاي Yeah.
في حاجه ديت طلع مثلا 5 امبير. ها
5 امبير ماشي. انا عاوز اف، انا عاوز فاير لوتش شورت سيركت، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ها؟ اروح الرسمه الثانيه دي عن 5 امبير، اطلع مرتي عن 5 امبير، اطلع كده واجيب ها؟ فاير لوتش شورت طلع مثلا ايه؟ 250 امبير. طيب انا عندي دي اف الالف من الاوبن سيركت كاركترستيك جبت الاي اف، ومن الاي اف وشوت سيركت كاركترستيك جبت الاي اف وشوت سيركت. دي حاجه ولا لا؟ يبقى انا على 50 عندي اثنين الف، اثنين الف من الاوبن سيركت كاركترستيك جبت الاي اف طلعت 5 الف، ومن الشورت سيركت كاركترستيك جبت الاي اف وشوت سيركت طلع مثلا 250 الف. اكس اس بتساوي اي على اي اف شورت سيركت على 250 يعني 4. في مشكله في الكلام دوت؟ طلع نرسم كده. فناس قالت والله طيب ماشي نرسم الاثنين فوق بعض، الكيرفين فوق بعض ازاي؟ اهو هنرسم كده اهي، ادي الاي والاي اف ماشي. تعال عند الف اهو، هتربط هنا وتنزل وارسم الكيرف الثاني اللي هو شورت سيركت كاركترستيك فوق ده، عليه نفسه، عليه هو نفسه. احنا عملنا كده شورت سيركت كاركترستيك اهو، ده بقى الار ارميتشر شورت سيركت اهو فوقيه بقى. فهعمل ايه؟ اما واحد قال طب ده ليه في الارض؟ بدل ما تجيبه هنا كده حطه هنا، حطه هنا ماشي، حطه هنا في الجلسه ايه؟ حطه هنا بقى ثانيه عندي بطن ميكانيكي برضه نفس ال هو المشكله مش عارف هيمشي ازاي. ما انا بقول لك عندي 1 امبير 100، 2 امبير 200، 3 امبير مثلا رسمت عليه خط. فبعمل ايه؟ عندي ال 1000 انزل اجيب الاي اف، نزلت اجيب الاي اف جبته؟ طيب اطلع بقى اطلع على البتاع دوت بحيث يخبط في الاي اف وتشوف سيركت وتجيب كده او كده الاير جاب باي بدل من
فوق الزيت بتاع ساتوريت. انت هنا مش ما تستخدمش، ده بتستخدم غير جفر ده كده اهو. اه لا ما تلخبطش هنا، هو بيلخبط هنا عشان ما تشربط هنا. وانزل كده ها كده في الايه، في الاكس اس 5. اخر حاجه خلاص، اخر حاجه عشان نثبت براحتك. طبعا ايجاد الار اف، عاوز اجيب الار اف. بسم الله الرحمن الرحيم، اجيب الديتيل. اثنين اجيب الار اف ميتشر. ثلاثه اجيب الاي بتساوي بي ها كيف زائد او ناقص الار اف ميتشر يرجع فار في الاكس ال 0. ماشي كريتور ده ممكن. ماشي بعد ما جبت الاي ها، بعد ما جبت الاي اربعه، جبت الاي استخدم حاجتين، الاوبن سيركت كاركترستيك او الموديفاي اير جاب لاين. اير جاب لاين انت استخدم الاوبن، انت استخدم الموديفاي اير جاب لاين. بص ايه موديفاي، ايه الاوبن سيركت كاركترستيك اهو، ادي الاوبن سيركت كاركترستيك دوت الاي وده الار اف، ودي بعمل كده. مثلا الايد الف، الايد الف عاوز فاين، انت عاوز مين؟ الاي اف. اجي هنا عند الف اخبط هنا اجيب الاي اف مثلا وليكن 5 امبير اهو كده، الاي اف 5 امبير. امتى استخدم الاوبن سيركت كاركترستيك؟ لو الجنريتور غير متصل بالشبكه، متصل ب ان 5 9 بس. انت استخدم الموديفاير لو الجنريتور متصل ب ان 5 9 بس. ده متصل بالشبكه، متصل بشبكه في الموديفاير اهو. ادي بقى ادي كوبي سيركت كاركترستيك، وديت الاي وده الاي اف. غلط، ما بنعملش كده. بجيب البي ريتنج واخبط ده كده هنا وارسم الخط ده الموديفاي. عاوز سيادتك عند الاي ب 1000، عند الاي ب 1000 اجيب الاي اف. اجي عند الاي ب 1000 اهي، الاي بتساوي 1000. اجي ما بنبطش هنا يا باشمهندس، بستغبط هنا ليه؟ ما دام هو محطوط على الشبكه بيحصل حاجه اسمها ترمينشال رياكشن، بتغير شويه في الكاركترستيك بتاعت الساتوريشن. بخبط في الموديفاي وانزل هنا الكهرباء مثلا 6. لو اتصلناه على الشبكه يشتغل على